ازيك يا استاذ احمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله تمام يا ام محمد. ايه ابرز الاحداث اللي انت تأثرت بيها في 2022 يا ام محمد؟ استاذ ما فيش حاجه ما تاثرتش بيها يا استاذ احمد، ايوه، ما فيش حاجه خالص ما تاثرت بيها. يعني حاجه اسوء ايجابي، تأثر ايجابي ولا تأثر سلبي ولا ايه بالظبط؟ تاثر من كل شيء يا استاذ احمد، حتى تاثر يعني يا سبحان الله، تأثر بالمعتقلين اللي الناس غلابة وأهاليهم غلابة، وتأثر بالأستاذ حسام اللي أنت بتقول عليه دلوقتي، ليه صحيح المسافة دي كلها؟ كان عمل إيه ولا قال إيه ولا غلط في إيه ولا عمل إيه في حياته كلها؟ زيه زي المعتقلين اللي في مصر، عملوا إيه وحياتهم دي كلها قضوها في السجن ليه؟ ولا حد قادر يعمل لهم حاجة، ولا حد قادر يعني يطمنهم بأي حاجة ولا أي حاجة، ولا يطمن أهاليهم بأي حاجة ولا أي حاجة. ايه يا استاذ احمد، ما احنا بقالنا 10 سنين، سنه اسود من سنه، سنه اسود من سنه، ونقول اللي جاي هتفرق سنه اسود من سنه، تيجي اسود واسود واسود، ما نعرفش هتيجي مهببه بالطين طيب بص ولا يا ابو ايه. محمد، ده حال مصر، اتكلم عنه ابو عادل واتكلم عنه ابو انس وانت اتكلمتي عنه. انا عايز بقى الاحداث اللي بتحصل معانا شخصيا، معاكم انتوا كافراد، عشان نبدا نسمع الموقف، نتعلم منه حاجه، ناخد منه عظه، ناخد منه عبره، نتعلم معلومه، انتوا كمان لما تسمعوا من بعض على الهواء مباشره نبدا نستفيد من الاحداث اللي حصلت لنا مع بداية عام ونهايته وبداية عام جديد داخلين عليه. اتفضلي يا ام محمد. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد، العالم كلها شكل بعضها، العالم كلها حزينة زي بعضها، العالم كلها تفكيرها واحد، حياتها واحدة، شكل عيشتها واحدة، كلها شايفة السواد، كلها شايفة السواد يا أستاذ أحمد، محدش فرحان وحد لأ، محدش فرحان وحد حزين، كل العالم ازاي حزين، بس يا ابو محمد؟ يعني لابسة أسود. الفكره السوداويه اللي انتوا بتتكلموا فيها دي حتى لو موجوده وبشكل كبير، لكن الناس برضو بتستعد اهو لمسلسلات رمضان، وفي حفلات وبرامج التوك شو في مصر، يعني بدات تعمل بروموهات عن النجوم اللي انتوا هتتفرجوا عليهم في ليله راس السنه، والدنيا حلوه يعني. استاذ احمد لو سمحت، لو نعم. سمحت، مين يا استاذ احمد؟ بيئه معينه استاذ احمد هي اللي بتستعد لكده وبتعمل لكده يا استاذ احمد؟ لا يا استاذ احمد، 95% شايفين السواد على الافراد. مين اللي بيتفرج على المسلسلات يا استاذ احمد؟ انا عن نفسي، في مين 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 والناسي واهلي وقرايبي وجيراني وحبايبي وكل اللي انا اعرفهم، مين يا استاذ احمد اللي بيستعد للمسلسلات؟ مين اصلا هو عارف هيعيش في رمضان ولا ياكل ازاي ولا يشرب ازاي ولا يعيش ازاي ولا عايش أيوة. عياله ازاي؟ مين يا استاذ احمد؟ العالم كله الربا يا استاذ احمد، وشايله الهم رمضان دلوقتي هيجي ازاي؟ احنا دلوقتي ما حدش عارف، الناس بتفكر رمضان جاي ازاي؟ هيعيشوا ازاي؟ هياكلوا منين؟ هيعيشوا عيالهم منين؟ والصيام هيجي ازاي؟ كسوه العيد هتيجي ازاي؟ اي حاجه في رمضان هتيجي ازاي؟ استاذ احمد الناس لابسه اسود زي ما بقول لك، الناس لابسه اسود يا استاذ احمد في الايام السوداء، ما حدش عايش الا السيسي وعصابته، هم دول العصابه كلها هي اللي عايشه، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الايام المشتركه، حسبي الله ونعم بشكرك بشكرك يا ام محمد، شكرا جزيلا. وانا طبعا يا جماعه مقدر جدا الواقع اللي انتوا بتتكلموا عنه، ايا إن كان انتوا بتوصفوا واقع انتوا عايشينه. انا طبعا ما اقدرش ان انا اعلق على وجهه نظر اي حد فيكم، غير ان انا طبعا بسمع، واحنا زي ما قلنا في بدايه الحلقه احنا اسره كبيره جدا، اسره برنامج بالعربي تخطط حدود مصر والوطن العربي، بقى الناس بتكلمنا من كل مكان، فلازم نسمعكم ونسمع بعض في يوم زي ده.